شمس قمر ونجوم وكواكب ماشيين زي سقوف ومواكب وأرضنا ماشية وليها نظامها وإحنا بأفعالنا بنظلمها. المغامرة المرة دي متعبة شوية وشبه تحقيقات الشرطة. المهم نوصل لسامر. هنوصل له من خلال شخص واحد بس اسمه القبطان. عرفت من حد كان هربان مع سامر انه رايح له. القبطان ده واحد خارج عن القانون وبيشتغل في تهريب الناس بالمراكب في البحر لدول اوروبا. هجرة غير شرعية؟ للأسف. يعني سامر دلوقتي في البحر؟ عندي امل انه يكون لسه ما سافرش لان الامور دي بتاخد وقت كبير، غير ان سفن التهريب بتحتاج عدد مسافرين معين ووارد القبطان ده يستنى لحد ما يجمعهم. احنا لازم نتحرك فورا. الاول محتاجين نعرف مين هو القبطان، وده دور صديقنا الضابط نزار. رامي كان عنده وقال لي انه جايب اخبار مش بطاله. جبت لكم اخبار كويسه عن القبطان. ملهوش اسم محدد، شخصيه غامضه، تم رصده قبل كده كام مره من الشرطه لكنه كان بيهرب. دي أوضح صورة ليه في سجلات الشرطة. تفتكروا هو من أنهي بلد؟ ممكن يكون ليه ملف تاني في مكان تاني، وعلشان كده ملوش اسم معروف هنا. تفتكروا نزار ممكن يساعدنا نوصل لمعلومات من أجهزة شرطة الدول التانية؟ لا، دي حاجة أكبر من سلطته. هو يقدر يساعدنا بس في البلد هنا. حاجة زي كده ممكن نلاقيها في سجلات الانتربول، وإحنا طبعاً ما نعرفش حد في الانترفول اللي بتقول عليه ده. لكن نقدر ندور في سجلات شرطة كل دولة لوحدها. الموضوع هياخد وقت، لكن مفيش طريقة تانية. مفيش أي معلومة عن القبطان. ده يرجعنا للاحتمال الأول، إنه مواطن محلي حتى لو ملهوش أي معلومات عند الشرطة. وصلنا كده لطريق النهاية. طب خلينا ندور بطريقة تانية. القبطان ده مجال تحركاته كبير، بدليل إن الشرطة رصدته أكتر من مرة. تقصد إيه؟ أقصد إننا ممكن نستنتج المنطقة اللي بيتحرك فيها من خلال ظهوره على كاميرات الشوارع وكاميرات المراقبة في الأماكن العامة وغيرها. دي مهمتي أنا، عندي التكنولوجيا تخلينا نتتبع أي أثر رقمي. ده حصر بكل الناس في مرحلته العمرية اللي ظهروا على الكاميرات في الشهرين اللي فاتوا، وده القبطان بشحمه ولحمه. اعرض لي على الخريطة الأماكن اللي اتاخدت فيها الصور دي. ثانية واحدة، دي الأماكن وكلها قريبة من البحر زي ما انتوا شايفين. منطقي لأنه شغال في الهجرة الغير شرعية عن طريق البحر. منطقي كمان إن الجزء من البحر اللي بيمارس نشاطه التهريبي فيه هيكون قريب من الثمان أماكن اللي ظهر فيها. عندنا ساحل بطول 10 كيلو، نستثني منه المواني والأماكن الزحمة لأن التهريب بيتم من شط مهجور. كده في شريط من الساحل طوله 2 كيلو بس ينفع للمهمة دي. ده المكان اللي هنبدأ منه البحث. بينا على هناك. البحر هادي، وده معناه إن الفرصة مواتية لحركة سفن التهريب.
لاحظي إن الهجرة غير الشرعية بتتم على سفن صغيرة ما تستحملش الموج العالي. يعني السفن بتكون مستخبية بعيد وتيجي بس عشان الناس تركب؟ تخمين ذكي يا زهرة. عملت بحث عن أي تجمعات للناس اللي هيسافروا تهريب، لكن ما لقيتش حاجة. ممكن يكونوا بيجوا قبل حركة المركب بوقت قليل علشان ما يلفتوش نظر حد. كلام مقنع جدا. قدرت أرصد 10 سفن قريبة من هنا، كلهم بيسافروا رحلات طويلة في البحر. نستثني منهم السفن الضخمة قوي أو الصغيرة قوي. هيبقى عندنا السفنتين دول، عينيك ما تغيبش عنهم يا رامي، لأن واحدة منهم هي اللي بيستخدمها القبطان في الهجرة الغير شرعية. علم وينفذ. احنا طول اليوم بنراقب ما لقيناش حاجة. التحريات من النوع ده بتاخد وقت. في حاجة ظهرت على كاميرات المراقبة القريبة؟ لا، الحركة عادية، مفيش حركة أصلا، مفيش أي حد رايح ولا حد جاي. رامي، في أخبار عندك؟ انت عارف اني براقب السفينتين المشكوك فيهم، ولأن بينهم وبين بعض مسافة كبيرة كنت براقب كل سفينة لمدة 5 دقايق وبعدين أطير وأراقب السفينة التانية. صوتك بيقول انك لقيت حاجة. مش متأكد، بس السفينة من الاتنين اتحركت من دقايق، دخلت جوه البحر واتعمدت ما تشغلش أي إضاءة. يعني مش عايزين حد ياخد باله من تحركهم؟ خط سير السفينة ايه؟ الغريبة انها ماشية في عمق البحر. بس دي لو سفينة تهريب هتمشي موازية للشط لحد النقطة اللي هتاخد منها الناس. بالظبط، عشان كده ما اهتمتش. طب ليه هتمشي من غير اضاءة في الشط ده اللي فيه تكوينات صخرية خطر؟ قصدك ايه؟ قصدي انها ماشية جوه البحر للتمويه مش اكتر، وعند مرحلة معينة هتلف المركب وترجع تاني ناحية الشط في النقطة اللي هتاخد منها الناس. نور انت عبقري. حصل ايه؟ المركب بدأت تلف فعلا وراجع للشط. انا هراقبهم من على ارتفاع عالي عشان ما يحسوش بيا وهتابعك بالجديد. يا جماعة، هو عادي ان عربيات ضخمة تتحرك في الوقت ده من اليوم؟ لا يا فرحة، بتسألي ليه؟ انتوا عارفين اني براقب الشط وبدور على اي تجمعات للناس ممكن تكون مسافرة تهريب. ما لقيتش ناس، بس لقيت 3 شاحنات كبيرة ماشية على طريق غير ممهد وجاية من ناحية الجبل مش من ناحية المدينة، وطبعا ماشيين من غير ما ينوروا فوانيس العربيات. عرفت ازاي؟ العربيات دي يا فرحة اكيد شايلة الناس اللي هيسافروا تهريب عن طريق البحر. ثواني احاول استشعر واشوف لو في حد جوه العربيات دي. مش هتصدقوا، لقيتي ايه؟ كل عربية فيها مش اقل من 20 شخص. حالتهم ايه يا فرحة؟ حاسة انهم خايفين وفي حالة ترقب وضعف، حاسة بحزن جواهم لانهم داخلين على بحر خطر وسايبين بلدهم واهلهم. فرحة، احنا يهمنا نلاقي سامر، اتأكدي انه موجود في واحدة من العربيات الثلاثة. مش عارفة اشوف وشوش لان الشاحنات صندوقها معدن. كل اللي قادرة اعمله هو اني احس بالناس اللي جوه العربيات. صوتك ماله يا فرحة؟ كأنك تعبانة او بتضعفي. كمية طاقة سلبية حواليا كتيرة. انا فعلا مش قادرة اكمل. جماعة، انا شكلي هقع من السماء، مش قادرة اكمل طيران. فرحة، حاولي تتماسكي، خلاص مهمتنا قربت تنتهي. فرحة، طيب قولنا موقعك فين بالتحديد علشان نجيلك ننقذك. فرحة يا فرحة، ردي عليا يا فرحة. يا رامي، رد عليا بسرعة. معاك يا نور. ما تضيعش ثانية واحدة وطير ناحية فرحة عشان تنقذها. فين مكانها؟ غير محدد، لكن تقدر تتتبع موجة سماعة الاتصال اللي بنكلمها بيها. ما تعرفوش تروحوا لها؟ أنا براقب مركب التهريب، لو بعدت عنها ممكن تضيع. فرحة أهم، وبعدين هي بعيدة عننا وانت تقدر توصل لها في أقل من دقيقة. فرحة أولوية بالنسبة لنا، وبعد ما ننقذها نبقى نشوف موضوع مركب التهريب دي. يا ترى نور وأصدقائه هيتصرفوا ازاي؟ وازاي قدرت تطير كده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.